اوكي، يلا كمان ال اتكلمينا شويه عن ميلتي جويتي. خلينا الحصه اللي فاتت ال ال يعني ال definition يا أستاذ. ديفينيشن، اتكلمي كده يعني شويه عنه كده، نم اوكي عليه يعني، اتكلمي عنه شويه. اوكي it is the temperature at which matter begins to change from a solid state to a liquid state. و طبعا كل اللي سامعين، كانت ملك ولا نور عندها اي غلطه تشوفها على جمانة تعلق عليها، توقفها وتعلق عليها. اوكي خلاص وفي what is meant by انا مش عايز زي الكتاب، انا بقول لك اتكلمي عن ميلتنج بوينت، عايز تعريف اتكلمي كده يعني ايه بنستخدمها في ايه كده يعني، اتكلمي عادي يعني كلام each عام يعني. substance okay each substance has a definite melting point. Substances have low melting points, wax, butter, and ice. Substances have high melting points, iron, copper, aluminium, and table salt. Life applications of melting process. Pots are made up of aluminium or stainless steel, which doesn't rot. Rust due to its high melting لا point. جمان جمان جمان، انت بتقري من الكتاب ولا ايه؟ لا يعني انت كده يعني جيف ريزون وكده مذاكرها بنفس القصه كده بالظبط؟ والله طيب كمل كمل، برافو عليك كمل. بس بس في حد عنده اي اضافات في البنات اللي معانا، نور او ملك؟ إضافات ملك الجمهور مستغربة ليه؟ كم ايه ملك؟ لا ما عندي مفيش تاني برضه في اللايف ابلكيشن وركمين ميلت ده سوليد ميتالز، تعمل انصهار للسوليد ميتالز. ايه ملك صحصحوا معايا. ايوه فيه طيب ما في اضافات، حد عنده اضافات؟ خلاص يضيف، مش يقول ما فيش اضافات. يلا يا ملك قولي. حاضر. قول لايف ابليكيشنز اوف ملتينج بوينت. بروسيس اه انا قلتها اسمع ملك، انا عارف من كل شيء. حاضر. Cooking pans are made of aluminium or steel due to its high melting point. It work and melt the solid metals to be easy for mixing and shaping to form alloys as copper gold alloy and nickel chrome alloy. برافو جمانة، برافو ملك، كمل. عندك كلام تاني، إضافة تانية؟ اتفضلي كمل. مين أنا؟ اللي عنده حاجة عايز يقولها يكمل، الكوبر ما عندكوش خلاص كملي. اه جولد الوي is used in making jewels ممتاز والنيكل is used to is used in making heating coils. برافو برافو. هناخد بعد أستاذ اتفضل. أنا حافظت. أنا عايزة أضيف بس اللي هو مش بتاع melting point. ال life applications of density اتفضل أنا حفظتها. ماشي. أول حاجة water is not used to put out petrol fires because the density of petrol is less than that of water, so petrol floats on water surface. And water doesn't put out petrol fire. تاني واحدة balloons filled with hydrogen or helium rise up in the air carrying flags during festival. Because the densities of hydrogen and helium are less than the density of air. وآخر واحدة بتاعت الكواليتي the change in the density
of matter is used to shake the purity. أستاذ أنت معايا؟ معاك معاك والله، برافو الحظ معاك، سامعك والله. of matter تمام as the determination of quality of milk. برافو، ممتاز يا ممتاز. بس لسه في تاني؟ لا ما اعرفش. ماشي تمام، برافو يا جمانة، ممتازة ممتازة ملك، ممتازة برضو نور. ممتازة نور، لغاية الحصة الجاية إن شاء الله هناخد بعد كده، خلاص هنبدأ في البويلنج بوينت صح؟ ايوه البويلينج بوينت. طيب البويلنج بوينت بيقول لنا the change of matter from liquid state to gas state by heating is known as boiling. احنا خدنا اللي قبليها كانت الميلتنج بوينت، كان هنا نفس الكلام بس ايه، from solid state to liquid state. هنا هنقول the change of matter from liquid state to gaseous state by heating is known as a boiling. The temperature at which the matter begin to boil is called boiling point. درجة الحرارة اللي عندها بتكون المادة بتبدأ عندي إن تبدأ تحصل عندها غليان إنها تغلي، بنسميها عندي boiling point. Boiling point it is the temperature at which matter begin to change from liquid state to gases A state. تمام؟ حد يقرأ عندي واتس من يبقى نخش هنا في وات از مينت باي، قلنا حد يار اول اير نور يقول واتس مينت باي ذا بويلنج The بوينت اوف boiling. ووتر ايكوال 100 ايه ديجري، ممكن تقوليها ولا لسه ممكن من التعريف ممكن تقوليها؟ The boiling point that means the water begins to change into water. لا ووتر ايه؟ ووتر vapor. At خلاص 100 لازم يكون ووتر فيبر، ووتر هي اصلا في الووتر يعني نفسها ووتر، فتحول الووتر ازاي؟ يبقى this mean that water begins to change change to it water into vapor. water vapor. طبعا الواحد يعتبر ايه ال مش دلوقتي، خليها بعدين الكلام ده. المهم بنقول هنا في عندي نوت هنا معين او معلومه عندي، بيقول each substance has a definite boiling point which is used to differentiate between different substances. بيقول لنا كل ماده ليها boiling point معينه، عشان كده بستخدمها to differentiate between different substances. نفس الكلام في الميلتنج بوينت اللي خدناه قبل كده. وناخد ضيف ابلكيشن اوف بويلنج بروسيس. بيقول از separation of the components of petroleum oil by heating. تمام، البويلنج بوينت هنا في بيقول لنا فصل مكونات البترول اويل او زيت البترول يعني باي ايه، باي هيتنج او باي بويلنج بوينت. طبعا هنا البترول هنا بيكون او البتروليوم بيكون فيه كذا مكون، كحولات بنزين اوكتيت، بيكون فيه كذا مكون، كل ماده منهم طبعا كلهم مع بعض عاملين ميكس مع بعض عاملين بتروليوم اويل. انا بروح ابدا ايه، احط البترول ديت او بترول اويل احطه على التسخين او بستخدمه بالتسخين، او ما ابدا اسخن كل ماده من دول ليهم بويلنج بوينت معين. تمام، فانا مثلا عند درجه حراره مثلا افترض 50 يطلع لي ماده معينه، فابدا مثلا زي الشكل اللي قدامنا ده ابدا ايه اسحبها. يعني عند درجه ديت 55 نقول مثلا ايه نقول الكيروسين مثلا، يطلع الكيروسين ده يطلع في الوقت ده، هي بتتحول عندي من ليكويد ستيت لجاز ستيت، فاول ما يطلع ابدا اسحبه، يبقى كده فصلت اول ماده من مكونات البتروليوم اويل. طب نيجي مثلا عند درجه حراره مثلا 30 قبل 50، هنا بيقول لي عند 30، ال 30 مثلا ديت هيطلع عندي من 30 ل 65 هيطلع عندي الجازولين.
فابدا في الجازولين، ابدا ايه اروح ابدا اي بخار يطلع عندي من البتروليوم اويل ابدا اسحبه، فهو ده الجازولين. وصلت لكم؟ فهنا عشان خاطر هو بيتكون من مكونات كتيره، وكل مكون منهم ليه بويلنج بوينت معين، فاقدر افصله بالموضوع ده، ابدا احط البتروليوم اويل على التسخين، وبعد كده كل درجه حراره معينه او كل مدى من درجات الحراره هيبدا عندي ماده معينه تبدا ايه يحصل لها تبخير او تحول عندي من الليكويد ستيت للجاز ستيت، فابدا افصل اجمع انا مثلا من عند واحد ل 10 تطلع ماده، من عند 10 ل 20 تطلع ماده، مثال يعني من 30 ل 40 يطلع عندي ماده كده، فيجي في الاخر البتروليوم اويل خلاص كده عملت له فص كل مكوناته بواسطه البويلنج بوينت، بواسطه الاختلاف في البويلنج بوينت للمكونات بتاعته. مفهوم اللقطه دي؟ فهمتوا ازاي البترول بينفصل او مكونات البترول بتنفصل؟ جمانة نور ملك. أيوة مستر، ممكن تعيد؟ تاني، البتروليوم اويل ده بيكون متكون من مكونات عديده، خلاص؟ فاحنا المكونات دي كل ماده فيهم ليه بويلنج بوينت معينه مختلفه عن التانيه، مختلفه ايه؟ عن التانيه. فالعلماء مثلا او بتوع البترول بداوا ايه؟ طب ازاي نعمل تكرير للبترول؟ ازاي نفصل مكوناته عن بعض؟ فقالوا ايه؟ نستخدمها طالما هم كل المكونات بتاعته مختلفه في البويلنج بوينت، في نقطه الغليان بتاعته، في النقطه اللي بتحول فيها من ليكويد ستيت لجاز ستيت مختلفه، ففي الحاله دي تعمل ايه؟ راح جايب البتروليوم اويل وراح حطوه على التسخين بالتسخين كده، وبدا خلاص بيبدا بقى ايه؟ هو كل ما يتسخن كل ما درجه الحراره بتعلى، كل ما يتسخن كل ما درجه الحراره بتعلى. فمثلا خلينا نقول مثلا بيتكون من اربع مكونات البتروليوم اويل، خليه بيتكون من اربع مكونات 1 و2 و3 و4، خليها ماده 1 سبستانس 1 سبستانس 2 او كومبوننت 1 و2 و3 و4. من 1 ده بيتغير عندي من الليكويد ستيت لجاز ستيت عند درجه الحراره مثلا 30، عند درجه الحراره كام؟ 30. خلاص عند درجه الحراره 30 ابدا كده مستني انا فوق ان الماده دي تطلع عندي كومبوننت 1 هيطلع، فانا ابدا اسحبه اشده، خلاص من خلاص عن 30 لغايه 40، من 30 ل 40 ابدا ايه كل ماده كومبوننت 1 كله هيطلع، خلاص سحبته انفصل خلاص عن البتروليوم اويل، انفصل نهائي خلاص، كل البتروليوم اويل اللي فيه اللي جمع كومبوننت 1 اللي في البتروليوم اويل في الوقت ده خلاص كله اتحول عندي من ليكويد ستيت للجاز ستيت، فسحبته وفصلته وركنته على جنب. خلاص نيجي بقى كده من 40 مثلا ل 50، كومبوننت 2 بيبدا يغلي او البولنج بوينت بتاعته من 40 ل 50، فانا افضل مستني من 40 ل 50 استنى كومبوننت 2 يطلع عندي يتحول عندي من ليكويد ستيت لجاز ستيت، ابدا انتظر انا فوق كده وابدا ايه اعمل ايه اسحبه ابدا استقبله كده، خلاص بتحول عندي من ليكويد ستيت ابدا اتحول عندي لجاز ستيت، اللي طلع عندي كل ده كومبوننت 2 اخده كده جمعه لغايه ما ايه افصله نهائي عن البتروليوم اويل. نيجي مثلا بعد كده عند كومبوننت 3 مثلا من ايه من 40 او من 50 ل 60، يبقى انا من 50 ل 60 انتظر اي فيبر يطلع عندي او اي جاز يطلع عندي من البتروليوم اويل ابدا اسحبه بدا كومبوننت 3 وهكذا، بعمل فصل هكذا. ليه؟ عشان خاطر البتروليوم اويل بيتكون يعتبر خليط من مكونات كتيره وكل مكون منه ليه بويلنج بوينت معين، فانا استفدت من الموضوع ده ان قدرت اعمل فصل المكونات بتاع البتروليوم اويل بواسطه ايه؟ البويلنج بوينت. مفهوم؟ انا فهمت خلاص شكرا. ملك؟ ايوه انا كمان. انتوا متخيلين معايا ازاي بيعملوها؟ تخيلتوها ازاي؟ في عندي مكونات كتيره في البتروليوم اويل كل مكون ليه بويلنج بوينت معينه، فانا بستغل ايه اختلاف البويلنج بوينت ده ان انا كل ما اجي عند مثلا انا معروفين مثلا بيتكونوا عندي من اربع مكونات، والله واحد عند 30 واحد عند 40 واحد عند 50 واحد عند 60، طب انا اظبط كده الترمومتر بتاعي اول ما يوصل عند 30 اروح خلاص كومبوننت 1 عندي طالع، لو مثلا نقول مثلا مثال مثلا جازولين، خلاص الجازولين هيطلع عندي دلوقتي فابدا مستناه، اول ما توصل عند 30 ابدا ايه اجمع اي ايه اي غاز عندي يطلع ابدا اجمعه
وعندي بيبدا ينفصل بيتحول عندي من ليكويد ستيت لجاز ستيت والباقي يبدا زي ما هو خلاص ابدا اجمع اجمع خلاص فصلت اول مكون استنى ايه المكون اللي بعده مثلا عند 40 فاضل اول ما توصل عند 40 ابدا اجهز نفسي اجمع اي غاز يطلع عني يبقى البولنج بوينت اختلاف البولنج بوينت للمواد افادني ان اقدر اعمل ايه اقدر اعمل سيبريشن of components of petroleum oil by heating due to this sir due to the difference between them and their boiling points. خلاص هنيجي بعد كده خلاص مفهوم ايوه مفهوم طيب ايوه مستر هنيجي بقى كده بيقول لك boiling point is the temperature at which the vapor pressure of the substance is equal to the atmosphere pressure. So when pressure increases, the boiling point increases. بمعنى فاهمين الجملة دي ولا لا؟ ركزوا فيها كده بالراحة فاهمينها؟ يعني اقروها بس كده اعرفوا ايه بتقول ايه. Boiling point؟ لا boiling point اقراها انا ريا طب والباقيين يقروها يعرفوا ايه مع بتقول ايه الجمله عشان خاطر ايه نشرحها ايه The boiling point is the temperature at which the vapor pressure of the substance is equal to the most في حاجه بص اقول لكم على حاجه في اتموسفير بريدر اتموسفير بريدر عدد ديت في كل ماده عندي في الدنيا او كل ماده سائله ليها حاجه اسمها فيبر بريدر يعني الضغط البخاري الفيبر بريدر ده اللي هو يكون الضغط عندي بيتحول عندي في ماده من الليكويد ستيت لجاز ستيت خلاص كل مكان يعني مثلا انا عندي ايه اللي بيخلي الميه تغلي تتبخر او يخلي السائل عندي يغلي ويتبخر عندي لما يكون الفيبر بريدر للميه عندي بتساوي الاتموسفيريك بريدر اللي هو الضغط الجوي اول ما يساوي الضغط البخاري للسائل اللي عندي يساوي الضغط الجوي في الحاله دي تبدا تتحول عندي الماده من الليكويد ستيت الى الجاز ستيت اول ما الضغط البخاري او الفيبر بريدر للسائل عندي يتساوى مع الضغط الجوي اللي في الجو او ما يتساووا مع بعض يبقى ايه خلاص يبقى السائل كده او الجزيئات بتاع السائل لها مطلق الحريه انها تطلع براحتها في الجو خلاص الضغط بتاعي اتساوى مع الضغط الجوي فابدا خلاص ابقى حر كده وابدا ايه اتحرك من السائل واتحول ايه للجو اتحول الجاز زي ستيت فعشان كده في تلاقي كده ساعات يعني لما يعني انتوا كبنات يعني في البيت ماما او كده بتعمل طبخه وكده بتعمل ايه تغطي الحله بتعمل ايه تغطي الحله ليه بتغطي الحله لو هي شالت يعني الحله عندها وبوتس عندها في البيت لو هي شالت الغطا تلاقي ايه ومولعه بوتاجاز تلاقي الميه اتبخرت بسرعه والاكل ما استواش وممكن لو سبتها شويه كده تلاقي الميه نشفت من الحله مثلا انت بتطبخ فيها خلاص وتلاقي ايه الاكل باظ او الحاجه انت بتعمليها خلاص الميه انتهت منها ومش ما فيش ايه ميه ليه عشان خاطر انت خلاص الميه على طول بعد ما بتسخن بتحول عندي او بتساوى عندي الفيبر بريجر ليها مع الضغط الجوي اللي هو اتموسفيرك بريجر في الحاله دي بتعمل ايه بتتبخر بسرعه خلاص كده اما لما تيجي انت مثلا يقول لك ايه يجي مثلا يطبخوا فيغطوا الحله او الحله الضغط بيعمل ايه بيزود الضغط على يعني بيزود الفيبر بريجر للسائل او الميه اللي عندي بيزود عليها الضغط فصعب ان الميه عندي هنا تتحول عندي للجاز ستيت او صعب انها تتحول عندي للفيبر ليه؟ عشان خاطر الضغط البخاري بتاعها عالي بقى عالي فاصبح في الحاله ديت صعب ان هو ايه يتساوي مع الضغط الجوي زودت يعني بدل ما خليت الضغط الجوي اللي فوقيه لا انا عملت ضغط اعلى عملت ايه غطيتها كده وكبست هواء ان زودت الضغط بقى اعلى من الضغط الجوي اللي فوق واصبح هنا الوط الفيبر بريدر عندي هنا ما بيستواش مع الضغط اللي هو فوق السائل جوه الحله فهنا ايه بتقعد فتره طويله عقبال ما السائل او الميه
عندي تحول عندي للفيبر، تحول عندي الجاز ستيت. فعشان كده هنا بنقول معنى الكلام ان كل ما انا عملت ايه، زودت البريجر عندي على السائل او كده، البولينج تحت هنا، البولينج بوينت تحت هنا بالزيت. مفهومه الكلام ولا يمكن عايز ايه؟ لا مفهومه. مفهوم يعني؟ ايوه الاتموسفير يا استاذ يعني ايه؟ ايه؟ الاتموسفير اتموسفيرك بريجر عن الضغط الجوي. الضغط اللي احنا عايشين فيه ده. تمام؟ يبقى اوكي boiling point is the temperature at which the vapor pressure of the substance equal to the atmospheric pressure. boiling point نقطة درجة الحرارة اللي بتحول عندي فيها الفيبر بريجر بيكون للمادة بيكون مساوي إلى الاتموسفيرك بريجر. سو وين كل ما زود عندي البريجر خلاص انكريز ذا بويلنج بوينت ايه انكريز. عشان كده عندي تطبيق هنا البريجر بانز اللي هي الحالة الضغط اللي احنا اتكلمنا عليها من شوية ار يوز تو فور فاست كوكينج از زي رايز ذا بريجر. هنا في الحالة دي بتعمل ايه؟ الحالة الضغط بتزود البريجر على السائل، فبتخلي هنا اللي هو الفيبر بريجر عندي هنا مش يعني صعب ان هو يتساوى مع الضغط اللي فيه، فتعمل ايه؟ تقعد تسخن ميه سخنه سخنه بس مش عارفه تحول عندي للفيبر، مش عارفه تغلي. بتغلي من جوه بس مش عارفه. عشان كده لما بترفع الحله او بتفك الحله بسيط كده او بعد ما تسوي على طول الاكل، بتلاقي ايه؟ السائل عايز خلاص عايز يطلع من كل حته، تلاقي عايز تحول على طول ايه؟ للفيبر. تحول عندي ايه؟ لبخار على طول. عايز ان مش زي اكون مستنيك تخف عنه الضغط عشان خاطر ايه؟ تحول عندي من ليكويد ستيت الى جاز ايه؟ ستيت. يبقى بريجر بانز ار يوزد فور فاست كوكينج از زي ريز ذا بريجر سو بويلنج بوينت انكريزز اند فود از كوكد فاستر. خلصنا كده البويلنج بوينت. تمام؟ تمام تمام هنتكلم بعد كده في الهاردنس. بيقول لك سوليد سبستانس هاردنس اللي ايه؟ الصلابه. خلاص الصلابه للاجسام. فبيقول لي هنا سوليد سبستانس ار ديفايد اكوردنج تو هاردنس انتو سوليد سبستانس ار سوفت ات روم اوردينري تمبريتشر. يعني عندي مواد صلبه بيكون عندي سوفت يعني لينه كده في الروم اوردينري تمبريتشر يعني في درجه حراره غرفه العاديه زي الرابر عندي مثال عليه. في عندي برضو سوليد سبستانس بيكام سوفت يعني بيكون عندي سوفت باي هيتنج تو بي شيبد ايزلي زي عندي الميتالز. عندي انواع برضو من المواد لازم بتتحول عندي سوفت او بتصبح عندي سوفت عندما نسخنها او بالتسخين ممكن نعمل لها ايه شيبد ايزلي. في عندي سوليد سبستانسز كانت بي سوفتد باي هيتنج زي الكول اند سولفر في حاله تحولش السوفت اللي هتفضل زي ما هي صلبه بس بتحمر كده شويه بعد كده تتحول عندي تبقى هشه بعد كده وتبقى باودر ما اقدرش اعمل لها اعاده تشكيل تاني مش زي الميتال ممكن اسخنها واعمل لها اعاده تسكيل واحولها ايه واحولها تبقى سوفت عندي بعد كده اعمل لها ايه شيب دي ازلي. هنا لا ما ايه ما ينفعش اعمل لها شيب دي بعد كده كانت بي سوفتن باي هيتنج. خلاص كده يعتبر الحصه انتهت صح؟ دلوقتي الحصه انتهت كده ولا ايه؟ خلاص فاضل 5 دقايق. كام بتخلص؟ 35. لسه 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 لسه. تمام هنا خلاص عرفنا انواع اتقسموا عندي ايه؟ solid substance are divided according to hardness into only solid substance are soft. خلاص solid substance become soft by heating. solid substances can't be softened by heating. خدنا مثال على الاول اللي هو الرابر اكزامبل على الثاني اللي هو الميتالز اكزامبل على النوع الثالث اللي هو كول اند سولف. يلا يا ملك ارد بسرعه في هاردنس. Solid substance are divided according to hardness into
Solid substances are soft at room ordinary temperature, as rubber. Solid substances become soft by heating to be shaped easily, as metals. Solid substances can be softened by heating, as coal and sulfur. ممتاز. مفهوم الهاردنس شوية ولا ايه؟ خلاص؟ الحمد لله. تمام نقول كلمة جمانة. ممتاز. لا طيب يلا. شكرا لله. ايه في ايه بالظبط؟ المهم life application of hardness number one بيقول لي هنا اقراها انا. اتفضل يا نور. The screwdrivers are made up of steel iron because it's very hard. هنا اول حاجة في اللايف ابلكيشن ان احنا ايه اللي هو المفكات الحاجات دي بتستخدم عندي او بتصنع عندي are made up of steel iron. Because it very it is a very hard عشان خاطر ايه hardness بتاعتها عالية جدا فعشان كده اقدر استخدمها في الموضوع ده. Number two جمانة. The roots used in building concrete houses are made up concrete houses are made up of iron not copper because ليه هنا ليه الحديد او انت شايف الاسياخ ديت الاسياخ والجداد بيكون عندي بتستخدم في البناء اللي هو بناء البيوت الخرسانيه اللي هو كونكريت هاوس اللي هي البيوت الخرسانيه اللي هو بمعنى اصح بلغتنا احنا البيوت المسلحه. خلاص بتصنع عندي من ايرن مش الكبر. ليه؟ Because the hardness of iron is more than that of copper. عشان خاطر الصلابه للايرن هنا اعلى من الصلابه لمين؟ للكبر. للكبر. الحمد لله وشكر لله يا رب. المهم الحمد لله. تمام خلاص كده يعتبر انتهينا من ال من هاردنس. خلاص المره الجايه ان شاء الله نكمل ايه الكتريك كوندكشن والثيرمال كوندكشن وبعد كده يخلص ايه الدرس الطويل جدا ده اللي هو بعد كده نخش على الكيميكال بروبرتيز وان شاء الله نخلص ايه على السريع ونتخلص ان شاء الله الموضوع ده. في حد عنده استفسار كده سؤال؟ امور تمام كل شيء تمام مظبوط؟ لا ما فيش. بتقول ايه؟ لا انا ما عنديش اي سؤال انا الحمد لله فهمت من الدرس. تمام خلاص ممتاز الحصه ممتازه في الامور تمام خلاص عند الكل؟ عند الكل؟ بمعنى نور ملك؟ اه ايوه تمام